البطولة كانت قوية بمشاركة صاحب الميدالية الفضية والبرونزية في أولمبياد طوكيو، وطبعا أنا اللي حامل الذهبية بفضل الله. الحمد لله رب العالمين إنه ربنا قدرنا وقدرنا نجيب مركز أول وذهبية، وإن شاء الله نستعد للبطولة اللي بعدها اللي هي بطولة عالم في باريس إن شاء الله. بهدي هذه الميدالية للأردن، وبتمنى للبعثة الأردنية كلها تحصل الميدالية الذهبية بإذن الله.